يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل لها برد الدرس قاعدان في القمة أن سيدنا شعيب عليه السلام ولنات بليغة عرف ذن الأصنام ذي الأوثان جان سيدة ربيه ندخله خذ الناس أشريك سيدة ربيه والسن رب كل حق سيدة ربيه دشوف تغيث مثلا خطر العبد وش يدي شو أخيق سبب كل نساسة الرحبة مرة أقوى إذو ذات قمذانة يعبد سيدة ربيه سخد مراجعه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كده قال سيدة ربيه خلق قضي يعبده وغرب نيث بشد يعبد كان هذه السن وانت يخلقها إذن ويجيني عرض ذنب الأصنام الأوثان جان سيدي ربي الخلق سبحانه وتعالى وفكان نفس دي الحق الخلق سيدي ربي تسكر دي الميزان تسكر دي الكيد دي الميزان سعان الغشة دي كل دي الفيع والسلام دي كل حاجة أخذ من مرة سعان الغشة ليش ليجينا في زنديفكا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ان فيها شعيب عليه السلام باش غادي يديرها الوفري اسلم من الوفري يصلح اما كان اسلم سكن سيدي ربي ما تعرف دروس خدم لا انا شريك وهذه السن الحقوق من الخلق خاطر ديننا هذا شوف ديننا الاسلام يسال باش غادي يدير الصلاح لدوني كاين مثلا ماشي فصلي الزكاة الصوم الحج وقيم أركان الإسلام الشائر الدين ذي الحق إلا ذكر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن أنا العمارة القاعة يتسكي غادي العبادة لحقوق الخلق أسخم ضي السياح للدنيا أسخم ضي للعاية أتسن ذي حقيك وتسن ذي الحق لغيرك كم؟ إذا أسعد سيدي ربي وتشد الحقوق الخلق أتبغى تشيد ربي أتعرف تسخد الذرة شريك وتبغى تدي الحقوق الخلق وتعدي الذرة في الخلق القوم نسي الله شعي تخبط دي سنة ثاقي إسنة سيد ربي خبر نسا شريك وتعدي ذلالة مع عبد الأسنة الأوثى وقال اسم دي الخلق سيد ربي تشكر دي الفايد دي الميزان وسعان الغش من كل حاجة أسمعك قوض الفترة كين خطر ضيفة طيب خطر ضيفة سال مي يستو هذا موت ماذا قلت كل شيء شكر ذا كل شيء يكفيض الاخداع ذا الغش مرة أنه غير شكر لا راشية شكر الهماجية شكر ندات سجل حاشا ذوق ذا ذا يكفيض ندات فقط مسال أنا ذات فقط مسال وكذا الفساد ثم يسعى الفساد ده اللي في صربية غاستين سيمت ماذا قلت يقول الفساد ديك ستيري كربية ولكن ديلر صلاح وتهل كار ربي غاسة تيني تكافرين كاين غير مثلا خطا القاعد القاعينس العباد العباد ينس فالرئيس كان لي عندين ولا شوية صراين ديوس ضرين سيدي ربي كان لي عندين كاين مثلا اش جاز سيدي ربي سيدنا شعيب عليه السلام اثني ديال لون اثني ديال غير وريد سنين من مكان عبد سيدي ربي سخدم لا شريك مكان استعرف نفس الحقوق للخلق للخلق سيدي ربي خزر كان على سيقار والى مدين اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أتعرفون سيدة ربي سخدم ما لا شريك ولا تنقصوا المكيال والميزان إن ند الحق يجرس ذي الخلق سيدة ربي يجرس العباد ربي ألسى قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أقيكم شوية في خير أدل كسكانك بعض المقتطفات كان ذي الآية ثقيلة من حنين قول سيدة ربي عزيز سبحانه وتعالى أنظر أن هذا إيمان أنظر الفعيل جم وكا وين يخدم لك القوم جيجه الكربي ماذا قال الذي المجتمع النغنى غيام إنس أقلق إنس سيدنا شعيب عليه السلام أقلق شوية في خير في خير دي معيشة الوال دي الصحة الوال دي أهل الوال كل شيء يوقع في اللون يا من الخير يوقع مرة في اللون إنس ولكن ما تكمل عبد ذكر يجينا نقوس في السبب
إني شو قدر في لون تقيف تقيف ربي في لون وقوى العذاب ربي في لون كم أنا سيقرسي أن شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إنس أينك نغاو ديور الحياة كان لحنا لا نقدر ربي ما يندر سقسيد ربي الحياة فيه البركة لك شي هذه بركة لك شي غص شوية اللي يغيد طاس لك شلو أتيني هنا شي ربي الخالق سبحانه وتعالى دي حارف دي حارف في الأول ولا كنت يتشغلها مادام تسمع قايلك مادام تستقلع تستقلع شوي اللي عندي حياي شوي اللي شوي اللي وديك سيدي ربي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ماذا قلت ثم نم ماذا قلت ثم نم السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى لكني دي شوانيا لكني دي صرقة كرب وإن تخمم يعلم السر وأخفى إزار مرة أقوى فوطف تبركات قبل طيامة فزارة بركاني صارت سيد ماذا قلت ما تحريش ماذا قلت ثم نم شوية إن يسن كنا وزمي الغرى وزمي الغرى كل عشر وزمي الغرى كل من عام وخدم مرة في عائلة جندير إن يسن سمقه يمكن شيء لربي غضا نتسلق ندي شوية نتسلق ندي سمقه إلى قادة طرق وهم إلى قادة تقوذهم سبحان الله خصوصا كان أنيس حدير إن يسن وقادة أن دام يكون يتصال البلان يغن القوام قاعدان ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يعني شو بدا اكون هذه ضروري تكون وين يضرب القوم سيدنا نوح القوم سيدنا هود قوم سيدنا صالح ان ايش القوم ان سيدنا نبي لوط اللي مشي قاعد في لون يقرب غرمون أسي قال استغفرت سيدي ربي الثوفم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود استغفرت سيدي ربي الثوفم إن سيدي ربي ذا الرحمن ذا الرحيم أذن يعفو أون يعفو استغفر ذا ذن يعفو ماني قاعدين الثوفم سيدي ربي وخرض في البريق تعاود مربوط تعاود ما تخدم الشغلية دي تخدم مكان وتعاود ما تاكل من الكيل ديال الميزان ديال الغش دي جميع المرات الغش الفيع والشراء كنت بغيت يتسوى كل قوه لو مره اكو اتسبنوا حاجه في الصفا اتسبنوا حاجه في ثيدس افرحنا بولا ود المعاونه ان الشيء ذا ربي الرحمن الرحيم هذا نعفو ولكن اعترس الحسنات ورزت الحسنات ولكن اما استعسان الدفف وخمسة تنسل إني أسمعك لذلك من المكان إني أصدر مثل من أني ذرفت وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في كي زند يون العذاب يوث تعقيط مثل مرة أفريد من كل يون دي لي مثلين دون كان يون ويقيم الروح يقس ما كل من المرة وغند الجثث أما الدخل أما ذي فرق أما ذي فغي ذي فريش يون ذي برارة إينا من عاود ونجيرد شعيب أبد المؤمنين الدنيس ينادوا بيجي وخرطني بيجي جاقني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد لمدين كما بعيد ثمود إند ما دعت العيون افتدتني افتمرتني وش لك الصوت مرة وكل اسمح لي شو اصدق لاري خالن على الخطر شيء موث مرة كل مرة موث اذا وكان هذا المصير مقوم سيدنا شعيب ذي الغش يسعان يثو كرضان يسعان انت ترى اي تخدم لك مقوم سيدنا شعيب سجين المجتمعات يقدر شوية مخلفت يقدر ثمرت سايب ولكن أنا طلبي الوقت كي ولا شيء نعم لا كما تقول هذه الميزان أما ذي الفيع وشلام لمن الحادث يخدع الغش رشوة الفطل تجي من بين الفقراء المساكين سبحان الله ندير للحلال ندير للحرام ندير المنهج سيدي ربي أكثر بذلة بالليمة هذه ضروري ذنب ويقدر أن كان هذا القمة القوم سيدنا شعيب الذي قال كلش ولكن اسمي قال انا زاي اثر ان صار الجمعه ديال الرويد انا وي قدر اني نسن اخذ الضوء بين يد مثل رق النار بش الحلال غير من ربي فريد يصلح نقول هذا غير فاد
أغي هو ربي القفر ذي الهان أغي جعل ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.